يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام صلى بالناس وعندما سلم قال للذين خلفه أعيدوا صلاتكم، قال للذين خلفه أعيدوا صلاتكم فإني لست على طهارة، فهل فعله هذا صحيح؟ إذا كان ذكر وهو في الصلاة أنه على غير طهارة ففعله صحيح، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة، يجب عليه الانصراف في الحال، فاستمراره فيها خطأ. أما إذا ما فطن إلا بعد ما صلى وانتهت الصلاة فصلاتهم صحيحة، وهو يتوضأ ويعيد الصلاة وحده. نعم.